المصاريات وورشه لمراقبه منظومات ازاز السرعه على 500 متر. الاهداف الجويه للسرعه على 500 متر هي المرنه مختلف الاليات القتاليه والاليات الهندسيه المتواجده في اقليم سيتطلع الجمهور من خلال وسائل الاعلام على احد اهم مؤسسات الجيش الوطني الشعبي. هذه المؤسسة التي تعتني بمختلف جوانب صيانة العتاد خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في حجم حاضرة الاليات والسيارات بالناحية، تزامنا مع ارتفاع وتيرة النشاطات العملياتية، الامر الذي يتطلب حشد جميع الامكانيات والكفاءات اللازمة المتعلقة بالتسيير والصيانة حتى نكون في المستوى المطلوب.